السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك عشان يوصل لكم كل جديد. والآن وفيكم بأسعار ومواعيد القطارات من المنصورة إلى اسكندرية 2024، ونبدأ رقم القطار 584، نوع القطار سرعة مكيف درجة تانية مميز، سعر الدرجة التانية 28 جنيه، وقت الإقلاع الساعة 5:15، وقت الوصول الساعة 8:25. رقم القطار 566، نوع القطار سرعة مكيف درجة تانية مميز، سعر الدرجة التانية 28 جنيه، وقت الإقلاع الساعة 9، وقت الوصول الساعة 12:20. رقم القطار 516، نوع القطار سرعة درجة تانية مكيف مميز، سعر الدرجة التانية 28 جنيه، وقت الإقلاع الساعة 17:10، وقت الوصول الساعة 20:20. أسعار تذاكر القطارات من المنصورة إلى اسكندرية. يبلغ سعر تذكرة القطار للسفر من المنصورة إلى اسكندرية مبلغ 28 جنيه مصري في فئة قطار سرعة مكيف درجة ثانية مميز. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار ومواعيد القطارات من المنصورة إلى اسكندرية 2024. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لعمل برايك. السلام عليكم ورحمة الله.